مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج قراءة في الأحداث، والذي نخصصه هذه المرة لزيارة المفوض الإفريقي السيد موسى فكي للجمهورية الصحراوية على ضوء القرار الذي اتخذته قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة، القمة 30، التي دعت إلى مفاوضات بين الطرفين الدولتين العضوين، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. وعلى ضوئها سيقدم المبعوث تقرير إلى قمة نواكشوط القادمة. ولمناقشة هذا الموضوع بحيثياته والإطار الذي تأتي فيه الزيارة، سعيد هنا باستضافة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع إفريقيا الأخ حمدي الخليل ميارة. مرحبا بك معايا الأخ الوزير. بداية، استقبلتم يومي الثلاثاء والأربعاء مفوض الاتحاد الإفريقي الأخ موسى فاكي، ما هو الإطار الذي تأتي فيه الزيارة؟ شكرا جزيلا. أولا وقبل كل شيء أشكر التلفزيون الوطنية، ومن خلالكم نتقدم كافة العاملين في هذه المؤسسة العتيدة التي تقدم خدمة مرموقة في ظروف صعبة. هذه الزيارة تأتي مثل ما تفضلتم تطبيقا لقرار القمة الأخيرة المنعقدة في أديس أبابا، قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي. هذه القمة قررت من بين ما قررت أنه رئيس مفوض الاتحاد الأفريقي يقوم بزيارة للطرفين، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. لقد زار المملكة المغربية نهاية رمضان والتقى بملك المغرب والمسؤولين المغاربة، وزارنا منذ يومين أمس وأمس الأول السيد رئيس المفوضية. كانت له محادثات مع المسؤولين الصحراويين، اختتمت بلقاء مع رئيس الدولة الصحراوية. ما هي أهم، ربما هناك سؤال في نوع من التحفظ، لكن ما هي أهم من القضايا أو النقاط التي دارت حولها المحادثات، باعتبارك أنك كنت طرف ربما بالجانب الثاني المحادثات بعد الانفرادية التي جرت مع رئيس الجمهورية؟ توسعت المحادثات لتشمل وفد الاتحاد الأفريقي والوفد الصحراوي، يعني ماذا تناولت هذه المحادثات؟ طبعا. أو بماذا جاء المفوض إلى الطرف الصحراوي؟ طبعا طبعا. مثل ما ذكرت، رئيس المفوضية الأفريقية جاء ليستمع للأطراف، ومن هذا الباب استمع بإمعان لوجهة نظر الطرف الصحراوي عن كيفية الحل، عن حيثيات المشكل، وعن حتى تاريخه وتسلسل الأحداث إلى غاية انضمام المملكة المغربية وكونها أصبحت عضو. وهذا خلق واقع جديد، أنه المملكة المغربية توجد نفسها إلى جانب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتوجد نفسها وهي وقعت هذا القانون التأسيسي. هذا القانون التأسيسي يفرض أنه الالتزام بمحتوياته ومقتضياته، وهذا القانون التأسيسي لا يمكن الالتفاف عليه والقفز عليه. إذن واقع جديد يفرض على المملكة المغربية إنهاء هذا الصراع الذي عمر طويلا. وبالنسبة لنا، استمع المفوض الإفريقي بإمعان لوجهة نظر الصحراوية. وجهة نظر الصحراوية تركز أولا على احترام المبادئ اللي يقوم عليها القانون التأسيسي: عدم استعمال القوة ضد بلد إفريقي، عدم احتلال أراضي دولة إفريقية بالقوة، واحترام الحدود الموروثة عند الاستقلال. وبالنسبة لنا أكدنا على هذه النقاط، وأكدنا كذلك على الدور الرئيسي للاتحاد الأفريقي. مثل ما تعرفوا أنه المغرب وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، من جهة يعد أنه انضمامه للاتحاد الأفريقي انتصار، ويسوق أنه حتى انتصار على حساب القضية الصحراوية، ومن جهة يطالب الاتحاد الأفريقي بأنه يترك الموضوع على مستوى نيويورك، على مستوى المتحدة. وهذه متناقضات. بعد انضمام المغرب في شهر يناير، في شهر مارس، بعد شهرين من انضمامه السنة الماضية،
تلقى الطرف الصحراوي والطرف المغربي دعوة لحضور اجتماع خاص حول قضية الصحراء الغربية يعقده مجلس السلم والأمن الأفريقي. الطرف الصحراوي حضر الاجتماع، والمملكة المغربية وزعت يوم صبيحة الاجتماع رسالة تطلب من الاتحاد الأفريقي الامتناع عن دراسة القضية الصحراوية وأنها تترك على مستوى المتحدة. أعضاء مجلس السلم والأمن 15 وقفوا بالمرصاد لهذه المحاولة ولم يستحسنوا إطلاقا هذا التصرف وهذا الموقف. وقالوا بصريح العبارة: إذا كنا نستثني قضية الصحراء الغربية من الدراسة ومن المتابعة ومن الاهتمام، فلنطبق نفس الشيء على الصومال وعلى موضوع البحيرات وعلى موضوع الساحل والصحراء وعلى موضوع الكونغو وعلى قضايا أفريقيا كلها. وبالتالي يفقد الاتحاد الأفريقي مبرر وجوده. إذن بالنسبة لنا من هون مع الوقت سيفرض على الدولة المغربية نوع من التأقلم. صحيح أخ الوزير، ربما المغرب جاء إلى الاتحاد الأفريقي من أجل يعني زعزعة هذا الإجماع ومن أجل جعل القضية الصحراوية استثناء من مناقشات القضايا، كيف كنت تقول بلاتي يعني كانوا خلوها على زر ناقشوا قضايا ومشاريع وهمية اقتصادية إلى غير ذلك. القمة تصدت له بالمرصاد وأصدرت القرار في القمة 30 هذه اللي تمخضت عنه هذه الجولة، جولة المفاوضات الأخيرة لشملة الجمهورية الصحراوية. أكيد أنه هون تحقق الأهم المهم بالنسبة للقمة الإفريقية وبالنسبة للاتحاد الإفريقي أن واجه المغرب وفعلا مشى في هذا المسار يلعب دوره التاريخي في حل قضية صحراوية. تحقق ربما المهم، لكن الأهم القادم في ضوء قمة نواكشوط ما هو؟ مثل ما تفضلتم أهمية الزيارة لا نقاش فيها ولا جدال فيها، فلتقول الدعاية المغربية ما تشاء. الأحداث أكثر تعبير عن الدعاية الأخرى. الطرف الصحراوي ومجموعة الدول الوازنة في الاتحاد الأفريقي تأخذ القضية بأهمية بالغة، ومجيء رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس مفوض الاتحاد الأفريقي وترجمة لهذا الاهتمام والمتابعة وكون القضية مطروحة على جدول أعمال القمة القادمة ورئيس المفوضية مطالب بتقديم تقرير للرؤساء، هذا يدل على أن القضية على الطاولة وفي الأجندة وموضوع الساعة. لماذا؟ لأن هذا الموضوع السياسة المغربية أدت بالمنطقة للشلل، وضعت المغرب العربي في حالة من الجمود بالمقارنة مع المجموعات الاقتصادية الأخرى. حدود مغلقة مع الجزائر، حدود مغلقة مع الصحراء الغربية، حدود مغلقة مع موريتانيا، توتر، عدم تنسيق في جوانب تجارية وفي جوانب الأمنية وفي جوانب السياسية. يعني المغرب في وضع لا يحسد عليه. نحن نعتقد أنه كون رئيس المفوضيات للطرف الصحراوي هذا عنده أهميته البالغة، ومحتوى التقرير سيكون كذلك في مستوى الأهمية، والنقاشات التي ستتبع في القمة والقرارات المنتظر أنها تصدر. لأنه من بين القرارات هو أنه القمة الماضية كلفت الاتحاد الأفريقي بإجراء مفاوضات ما بين الدولتين العضوين. نحن نتطلع إلى التنفيذ الحرفي لما تم إقراره. على ضوء الزيارة وعلى ضوء التقرير الذي سيرفع لقمة نواكشوط، هل ننتظر جديد من قمة نواكشوط؟ إذا كانت مثلا القمة الماضية القمة 30 دعت الطرفين إلى الدخول في مفاوضات ودعت أيضا إلى هذه الزيارة اللي قام بها المفوض اللي هي مهمة جدا، ماذا سيكون في قمة نواكشوط؟ هل ننتظر مثلا شيء جديد من هذا النوع مثلا بعد قرار الدعوة للمفاوضات؟ بعد كل هذه القرارات يعني ممكن أنه شيء أكثر يعني دفع للأمام؟ بالتأكيد الطرف الصحراوي لا يطالب إلا بتطبيق ما تم إقراره في القمة 30 واللي من بينه زيارة رئيس المفوضية للطرفين، ومن بينه إجراء مفاوضات ما بين الدولتين العضوتين، ومن بينه إعادة المكون الإفريقي للبعثة المتحدة
حتى فتح المنطقة أمام المراقبين الإفريقيين فتح المنطقة أمام الإنسان والشعوب الإفريقية بالضبط ومع المراقبين الدوليين. لا نطالب بشيء إلا بتطبيق ما تم إقراره في القمة 30 وبداية تنفيذ هذا وزيارة رئيس المفوضية وعرض التقرير بالتأكيد ستنتج عنه جملة من حزمة من القرارات التكميلية. طيب هذه القرارات صدرت يعني نحن دريك أمام تقريبا سنة ونصف من انضمام المغرب وهناك القمة 30 دعت إلى مفاوضات، المفاوضات يعني المغرب ما خرط فيها اللي يعدل منها الجزء الثاني هو زيارة. هل نترقب مثلا دور أكثر مثلا جدية في الاتحاد الأفريقي؟ هل مثلا سيعرض المغرب مثلا لشروط إلى غير ذلك مثلا ما حدث قبل انسحابه يعني أن يعني يوافق على الاستفتاء أو تقبل الجمهورية الصحراوية يعني اليوم؟ هل هو يعني أمام سيناريوهات من هذا يعني لأن القرارات خلقت آلية الضغط مستقبلا عمليا يعني؟ نحن نعتقد انه المغرب بدا يدفع ثمن سياسي لانضمامه للاتحاد الافريقي. كيف المستويات ماذا يعني؟ يوجد تحت نفس القبه هو الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه. انتم تعرفوا انه سنه قبل ذاك في محاوله الدخول والقفز على القانون التاسيسي في كيغالي وجد المغرب امامه جمله من الاجراءات كان ضروري انه يمر بها. ولما قابلنا احنا رحبنا، احنا كذلك رحبنا بعوده المغرب. على اي اساس رحب طرف صحراوي بعوده؟ لانه بعد 32 سنه من غياب المغرب وسب الاتحاد الافريقي وسب افريقيا وسب الافارقه ونعتها بكل النعوت، يعود المغرب مجبر للجلوس الى جانب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس للاتحاد الافريقي. وهل عودته ايضا تخلق ديناميكية جديدة لان الاتحاد كان يصدر القرارات في قيادة المغرب والطرف الاخر ما هو معك دريك منين عاد قاعد معاه؟ بالضبط. هل يعني تخلق شيء بالضبط تقراه من ناحية ايجابية مثلا؟ بالضبط. احنا ننظر ننظر ونامل ونرى انه المغرب ما عنده ما يقدم لافريقيا الا انهاء احتلاله للصحراء الغربية. كل ما نسمعه الدعايات في وسائل الإعلام المغربية أزيد من 1000 اتفاقية مع إفريقيا، لما نقارن الوضع في جرادة ونقارن الوضع في الحسيمة ونقارن الوضع في كل المغرب يعني مشاكل عميقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نرى أن المغرب ليس لديه ما يقدم إلا إنهاء الاحتلال للقارة الإفريقية لكي تكون قارة خالية من الاستعمار. المغرب اليوم ينعت بأنه بلد مستعمر وأنتم تشاهدون يعني حتى في البلدان الفاعلة في أفريقيا اللي جرى فيها تغيير لمستوى الرؤساء احتضنت واستقبلت الرئيس الصحراوي مؤخرا زيمبابوي وجنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وبعض الدول الأخرى إن شاء الله في القريب العاجل. لكن في المقابل مثلا يقال أنه إذا كان مثلا للدولة الصحراوية تربح بقوة قرارات الاتحاد الإفريقي بالإجماع مع تصفية الاستعمار والدعوة للمفاوضات والزيارة إلى غير ذلك وفتح المنطقة أمام المراقبين الإفريقيين، في المقابل دخول المغرب للاتحاد الإفريقي بدأ يشتغل على مسألتين مهمتين نظن أن يلقى العدو واعيين بهم. واحدة على مستوى الدول مثلا إذا مثلا دعاها الاستعراف على الأقل يحيدها مثلا كيف اللي عدل ذلك في واحدة من أكبر الدول كثافة سكانية في إفريقيا هي نيجيريا، محاولة أيضا التغلغل داخل هيئات الاتحاد الإفريقي إلى غير ذلك، كيف تقرأون ذلك؟ نحن في حرب وحرب ما معناه أنه حرب بالرصاص أو بالطائرات أو بالدبابات. الحرب عندها أشكال متعددة ومن بينها هذا اللي خوض المغرب ضدنا. هل تتصورون أنتم أن المغرب قادر على إنجاز أنبوب 20 مليار تكلفته حسب الخبراء أزيد من 25 مليار؟ هل تتصورون هو واقع المغرب واقع الحسيمة إذا نكتب والحسيمة وجرادة وغيرها يعني المغرب البلد اللي يضرب الأرقام القياسية في تدني خدمات، في تدني التعليم، في تدني الصحة، في تدني الرعاية الاجتماعية، في تدني مستوى المعيشة؟ هل هذا البلد يمكن أنه يقوم بإجراء أنبوب تمويل وإنجاز أنبوب يعني عجزت عنه الجزائر بإمكانياتها وعجزت عنه نيجيريا بإمكانياتها وقدامه حوالي 15 أو 16 دولة من بينها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية؟ هذا مجهود لتحييد
الدول، ولكن على مستوى الاتحاد وأنت بصفتك يعني الوزير المكلف بالعلاقات مع إفريقيا، منتدب لدى إفريقيا، على مستوى مقر الاتحاد هل بدأ المغرب يتغلغل في داخل الهيئات الأساسية في الاتحاد ومنظمات وهيئاته الفرعية؟ يحاول ومن بين ما يحاول أنه افتتح سفارتين، سفارة خاصة بدولة إثيوبيا وسفارة خاصة بالاتحاد الأفريقي، وليس الوحيد، هناك دول طبعا عندها نفس الشيء. المغرب يسخر إمكانيات هائلة، أموال، رشاوى، توريط لجميع المستويات، تقوم سفارات أجنبية، وزراء، جوزات وزراء، زوجات رؤساء، صناديق تتكلف بالطفولة، مشاريع اجتماعية، إمكانيات مالية يعني نقدا. هل فعلا هناك إمكانيات مادية؟ بصفتك أيضا خبير في ذا الملف، المغرب ربما في حدود 1000 مشروع تم توقيعه على مستوى إفريقيا، وهذا ما يصطلح عليه أحيانا بالمشاريع الوهمية. إلى أي مدى استطاع المغرب فعلا ذيك المشاريع نجحها ولا لا مجرد وهم؟ زرنا بعض الدول مؤخرا، ومن بينها بعض الدول اللي تم توقيعها معها هذا الصنف من الاتفاقيات. المغرب ليس لديه ما يمنح سيما موضوع الأسمدة المستخلصة من الفوسفات اللي في غالبه فوسفات من الصحراء الغربية. المغرب في حرب معنا وإحنا في حرب معه طبعا، وأنتم تتذكرون حادثة السفينة المحملة بالصفات في جنوب أفريقيا، افتتح حوالي 14 تمثيلية لما يسمى مكتب الفوسفات، مكتب الشريف بين قوسين الفوسفات، وهي في الحقيقة مكاتب للمخابرات المغربية. من غير ذلك حتى الدول اللي حاول أن نبدأ فيها مصانع لهذه الأسمدة إلى حد ساعة الموضوع لم يتحرك. غير الأسمدة، المغرب لديه موضوع السياحة، وهذه السياحة تستهدف أوروبا وتستهدف الخليج، لا تستهدف إفريقيا. يعني الارتباك والدعاية المغربية تواجه صعوبات حتى في التغلغل، مش على مستوى الاتحاد الأفريقي، حتى على مستوى منطقة الكواس. الناس ما هي مجمعة في نيجيريا، أصوات ضاغطة تقول أن هذا ضد مصالح نيجيريا. مؤخرا وقعت أيام دراسية على مستوى نيجيريا، حضر فيها جمعيات نظمتها اللجنة النيجيرية لتضامن الأشعار الصحراوية طبعا، ووقعت كذلك اجتماعات على مستوى جهات هيئات رسمية في نيجيريا تنصح بالابتعاد عن توقيع أي اتفاق مع المملكة المغربية. بلد نيجيريا بلد كبير له منطقة نفوذ، هذه منطقة النفوذ هي اللي حاول المغرب أنه يلعب فيها، وبالتالي حتى أصدقاء المغرب ترتفع أصوات في أرباب العمل في السنغال، في ساحل العاج، في غرب إفريقيا، أنه النهج المغربي يضر بمصالح. صحيح. المغرب بلد للعبور، بلد للعبور، وفيه شركات أصلا شركات أوروبية تنتج بيد عاملة مغربية رخيصة الثمن بدون ضمان، وتسوق منتجاتها لغرب أفريقيا، وكذلك السلع اللي تأتي من فرنسا ومن إسبانيا وكذا، وبالتالي المغرب هو بلد عبور. هل هذه المشاريع الوهمية والاقتصادية وهذا الاقتحام القوي اللي حاول به هو عنه يغطي احتلال الصحراء الغربية، اقتحام الاقتصاد، هل يواجهوا مع أقطاب كبرى مثلا في الدول الإفريقية، في القارة الإفريقية مثل الجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا مثلا في الاقتصاد مثلا من الاقتصادية؟ لما نتكلم عن الدول الفاعلة في أفريقيا، نتكلم عن إثيوبيا، نتكلم عن جنوب أفريقيا، نتكلم عن أنغولا، نتكلم عن مصر طبعا، الجزائر، إثيوبيا. إثيوبيا بلد فيه 105 ملايين، بلد المقر، وبشكل عام أفريقيا الصين انتزعتها
من المستعمرين القدماء من فرنسا ومن بريطانيا، والقوى العظمى تواجه ضغط ومنافسة قوية من طرف الصين، فما بالك بالمغرب؟ لا يمكن أبدا أن ينافس الصين، لا يمكن أبدا أن ينافس هذه الدول الإفريقية اللي ذكرت الفاعلة، يعني اقتصاد إثيوبيا، اقتصاد الجزائري، اقتصاد النيجيري، اقتصاد رقم واحد في إفريقيا وجنوب إفريقيا. وبالتالي المغرب تتقاطع مصالحه مع هذه، بالإضافة إلى تركيا، بالإضافة إلى البرازيل، هذه يعني القوى الصاعدة، الهند، هذه كلها مستهدفة القارة الإفريقية. كل ما تقوم به الدعاية المغربية، هل يعني المغرب يمكن أن يسوق؟ لأنه المغرب اليوم ماذا يقول لإفريقيا؟ يقول دعوا مثلا الجانب المشاكل السياسية جانبا وقضية تصفية الاستعمار، وأنا جاي أدرك المفضة والاقتصاد والمشاريع. هل هذا يمكن أن يصدق أمام هذه الدول العظمى التي تتكلم عنها، سواء في إفريقيا أو سواء المستثمرين برا، كيف روسيا، كيف الصين، كيف الاتحاد الأوروبي وغير ذلك؟ هو في الحقيقة فاقد شيء لا يعطيه. أنا قابلت مسؤول بعض الدول اللي زرت وطرحت لي سؤال، يعني بكل بساطة، هل تتوقعوا أنه المغرب يفيدكم اقتصاديا؟ وفي ذاك الوقت اللي كنت فيه كانت جرادة مشتعلة قبلها حسيمة، هل تتصوروا أنه المواطن المغاربي في الريف وفي جرادة يطالبوا بشيء بسيطة؟ يطالبوا مستوصف، يطالبوا كهرباء، يطالبوا طريق، يطالبوا بالعيش الكريم، يطالبوا بالشغل. هل تتصوروا أنه المملكة المغربية وشعبها يطالب بهذه الأمور البسيطة أنه يفيدكم؟ قال لي لحد ساعة وقع معنا 23 اتفاقية، ما فاتوا نفذ من شيء. كل المستهدف هو الدول الصديقة للجمهورية العربية السعودية الديمقراطية. ما هي الدول اليوم المركز عليها المغرب قبال باقي ينتزع منها اعتراف بالجمهورية الصحراوية؟ المغرب يعمل كل ما يعمل أولا من الاستمالة للجميع، ولكن تركيز قوي على نيجيريا. أكبر كثافة سكانية إفريقيا. رأيكم شفتوا. سؤال مطروح، لماذا؟ تزامنت زيارتكم لبعض الدول إفريقية مع زيارة الرئيس النيجيري بعد ذلك إلى الرباط، والحديث عن الصفقة الوهمية لأنبوب. لما تشوفوا مثلا لا الأنبوب، دراسة الجدوى تطلب سنتين. دراسة الجدوى تطلب سنتين. أخباره ما قد التوفق كل مرة الأنبوب هو ما خلق فيه شيء. محاولة تحييد موقف نيجيريا على الأقل لمدة سنتين لدراسة جدوى الأنبوب، وعقب ذلك سيطلع الخبراء ويقولوا بأن هذا الأنبوب مكلف وأنه جدوايته عليها علامة استفهام وكذا، يربح الوقت، يربح الوقت. هل تغير شيء في نيجيريا؟ ما تغير شيء، موقف هو. هل نتوقع سيارة دولة نيجيريا؟ من عندنا؟ أكيد إن شاء الله، أكيد. إثيوبيا مثلا، الملك حط بثقله في إثيوبيا وإقامة مصنع الأسمدة وكذا وكذا وكذا، كان ترافقه وفد فيه 500 شخصية وأرباب العمل مغاربة والدبلوماسيين إلى آخره. موقف إثيوبي في آخر شيء في مجلس الأمن الدولي كان مناصر للقضية الصحراوية، وكانت مفاجأة للمغرب، وحتى الإعلام المغربي يطرح تساؤل عن فائدة الزيارة. أنا كان لي الشرف أني مسؤولي الإثيوبيين استقبلت من طرف الوزير الأول الإثيوبي وطرحنا هذا الموضوع. قال لي إثيوبيا الآن بلا شواطي احتراما الموضوع تقرير المصير. لماذا؟ أعطينا تقرير المصير لإريتريا اللي كان جزء من إثيوبيا، وفقدنا إطلال على البحر، فقدوا واجبتهم على البحر من أجل احتراما لمبدأ تقرير المصير. والآن إريتريا عندها سفارة في أديس أبابا. بالنسبة لنا احنا كإثيوبيين، الطريق اللي يجب أن تسلك المملكة المغربية هو هذا المثال، على المملكة المغربية أن تنصاع لمبدأ تقرير المصير وأن تأخذ المثال منا. عندنا الآن سفارة إريتريا ومعترفين بها كدولة، إذا إلى عاد المغرب يريد أن يخرج عليه سكة الطريق. كنا كذلك في دولة رواندا نفس الشيء. مهمة جدا الأخ الوزير قراءة هذه المواقف، هذه الدول وهذه الزيارات والمقارنات بالصفقات الوهمية إلى غير ذلك. زين عندي تجيب النشي باعتبارك أنك زرت ياسر من الدول. الرئيس الرواندي بول كاغامي لما استدعاه ملك المغرب
يعني قال له أنا ورثت هذا المشكل عن والدي ونطلب منك أنك تعاوني من أجل الخروج منه. قال له نعاونك طبعا لكن بشرط، أنظر للأمام ولا تنظر للخلف. إذا كنت تنظر للأمام ستخرج من المشكل الشائك العويص المتشعب اللي ورثت عن والدك. إذا كنت تنظر للخلف لن تخرج أبدا. وبالتالي هذه قالها بور كاغان للملك المغرب. وبالتالي ملك المغرب في ورطة، لكن في ورطة وتنكر لكل ما اتفق عليه مع والده. فما بالك اليوم 19 سنة من وصول ملك المغرب للسلطة، جادت قريحته بموضوع هو مستشارينه، موضوع الحكم الذاتي 2007. احنا اليوم في 2018، الحكم الذاتي ميت ميت وليس خيار. إذن لا بد من الصياع الشرعية الدولية، لا بد من مسؤول المغاربة يتركوا وهم تغيير خارطة السياسية داخل إفريقيا وتغيير المعطيات داخل الاتحاد الإفريقي، ويفهموا بأنه فرصة أمامه تاريخية قد لا تعوض. وجودهم إلى جانب الجمهورية العربية السعودية الديمقراطية والتخلص من النفسية للجلوس إلى جانب الطرف الصحراوي على أعلى المستويات، ملك المغرب لما دخل القاعة بجانبه الرئيس إبراهيم غالي، العالمين بجانب بعض، هذه وضعية جديدة على المسؤولين المغاربة لا يكونوا واهمين. هذه فرصة قد لا تتكرر. ليس من مصلحة المغرب التلويح بالعودة للحرب واستهلاك يعني والتطبيل والدفع لتسخيل الأمور. المغرب والمنطقة في غنى عن الحرب، الصحراويين لا يمكن إطلاقا أن يزايد عليهم في هذا الميدان. تذكروا أنه المملكة المغربية في فترة الحرب كلفت الكثير وتكلف اليوم الكثير، حوالي 200,000 جندي، رواتبهم، لوجيستيكهم، عتاد الطائرات، الدبابات إلى آخره. هذا في الوقت اللي الناس تطالب بالمستشفى، تطالب بالمستوصف، تطالب الإنارة، تطالب العيش الكريم. إذن المسؤولين المغاربة عليهم أمامهم فرصة تاريخية ربما لن تعوض. تأزم على مستوى جميع دول الجوار، تأزم مع المبعوث الأمم الجديد الجاد، هذا رئيس دولة سابق ألماني لا يمكن تأثير عليه، لا يمكن رشوته. معالم ومؤشرات الاختلاف بينه مع المغرب بادية وماشية، هو جاي بعد أسابيع مجيء ويتزامن مع عقد القمة في نواكشوط. بالنسبة لنا هذه كلها عوامل ضغط على الطرفين. صحيح. على ذكر عوامل ضغط الأخ الوزير، أفريقيا أصدرت العديد من القرارات أو مئات وعشرات القرارات في غياب المغرب. صدرت أيضا قرارات حضور المغرب اللي كان أهمها قرار القمة 30 دعوة للمفاوضات وزيارة المقر السياسي للاتحاد الأفريقي. هذه قرارات سياسية غير ملزمة للطرفين. هل يمكن أن تفكر أفريقيا مستقبلا في إطار هذا الدور الفعال اللي كنت تتكلم عنه، مساعدة الأمم المتحدة مثلا الضغط على المغرب على الأقل من زاويتين أساسيتين، واحدة مدى احترام المغرب للتوقيع للميثاق الاتحاد الإفريقي والأشياء اللي التزم بها، ثانيا اقتصاديا وانت تعرف أنه الاقتصاد هو اللي حرك ذا، وانت قلت لي قبيل عن 14 مكتب الفوسفات الشريف، هل يمكن مثلا نشوف مقاطعة اقتصادية على الأقل في شراء الفوسفات هذا على الأقل شيء ذا نبته يعني سياسيا في المقاطعات، قرارات سياسية خلقت غير اقتصادية، شنو قد نقوله آليات الضغط الضغط الكبار على المغرب باش يخلق شيء بعيدا عن القرارات السياسية. أكيد أنه الأمور مرتبطة بميزان القوة داخل الاتحاد الأفريقي، والأكيد جدا كذلك أنه قرار محكمة العدل الأوروبية خاصة في موضوع الثروات كان له انعكاسات، من بينها توقيف باخرة محمد بن بسفوط في جنوب أفريقيا. نحن قمنا بمجهودات لإشعار دول أفريقيا وإشعار الاتحاد الأفريقي بهذه القرارات، وبأن موضوع الثروات في بلد محتل تطبع القوانين الدولية. وبالتالي طلبنا من الدول الأفريقية أنها تكون حذرة في كل ما هو قادم الصحراء الغربية. لا يمكن لأفريقيا أن تدرس هذه أوروبا التي لا تعرف بنا، ربما وقعت هذا صدرت هذا القرار، ف
أفريقيا اللي نحن أعضاء فيها وعضو مؤسسة، لا تفكر في ذلك؟ ألا تتساءل عن هذه 14 مكتب الفوسفات يعني منين جاية؟ ما أنا مثل ما ذكرت تفصصات وتغطية فقط، هي مكاتب المخابرات المغربية. أكيد أن الحرب منذ سنوات مثل ما تعرفوا فيها جوانب إنسانية وفيها جوانب اقتصادية ومنذ الثروات. أكيد أن الطرف الصحراوي والدولة الصحراوية يمكن نقل معركة الثروات مثلا الاتحاد الإفريقي وتشكل ورقة الضغط مثلا، لأنه الجانب السياسي اليوم عندنا قرارات، عندنا عشرات القرارات، لكن الورقة الاقتصادية ونقل الملف على الأقل تجربة أوروبا رقم الالتفاف عليها ضريك كان يقدر يخلق شيء من ذلك. بالضبط، أنا ذكرت موضوع لقضاء الجنوب أفريقي يغف حمولة من الفصاد الصحراوي في جنوب أفريقيا، هذا عنده عكسات. كل الدول الأفريقية أخذت علم بهذا الموضوع، دول سابقة أخذت علم بهذا الموضوع. نحن نحارب المغرب، ومن بينها النتائج الآن تقرر أن البواخر المحملة بالفصاد الصحراوي لن تتوقف في جنوب أفريقيا، عليها أن تبحث عن أسواق أخرى، وكذلك في كل بقاع العالم ولا أفريقيا وحدها، ربما في آسيا في أمريكا اللاتينية. هذه حرب مستمرة. شركات النقل الآن وقعت عليها انعكاسات، الآن يعني تفكر في عدم التعامل مع حمولات الصادرة من الصحراء الغربية، لأنه في خسائر لهذه الشركات، وفي خسائر حتى البلدان اللي فيها ربما شركات خاصة تتعامل بهذا. إذن في هذا الميدان في حرب مستمرة، وستتواصل على مستوى الاتحاد الأفريقي وعلى مستوى هيئاته وحتى على مستوى الدول واحدة واحدة بإذن الله. انطلاقا من الزيارة المهمة التي قام بها المفوض الإفريقي وفي أفق قمة نواكشوط اللي أكيد أنها ستكون حاسمة، وبناء على قرار مجلس الأمن الأخير الذي دعا إلى استئناف المفاوضات وملي بدلا من سنة صبحت 6 أشهر يعني مناقشة الملف، وفي ملي على ضوء ملي الزيارة المرتقبة للمبعوث كولر إلى المنطقة، هل تتوقعون دورا مستقبليا قويا للاتحاد الافريقي، او تتوقعون مفاجآت مثلا في الدفع سواء مفاوضات الامم المتحده او مفاوضات الاتحاد الافريقي؟ السلطات الصحراويه مثل ما قلت في بدايه الحوار اكدت على الدور الاساسي للاتحاد الافريقي، وبانه تحيه الاتحاد الافريقي غير مقبول اطلاقا، لا تقبل افريقيا ولا يقبل الطرف الصحراوي، واهم المغرب اذا عاد يشك ويظن عنه الموضوع سيبقى من اختصاص نيويورك، حيث المغرب يتمتع بدعم قوي من فرنسا، فرنسا الاستعماريه اللي الان ندفع احنا صحراويين ثمن سياسه في المنطقه. نتوقع انه هذا الدور الفاعل الاتحاد الافريقي سيتواصل، وبانه المغرب هناك من يقول أنه وضع نفسه في قفص الاتهام بطلب عضوية الاتحاد الأفريقي، سيتلقى ضغوطات متواصلة، لا أقول الهزائم ولكن ضغوطات متواصلة، وضع نفسه في قفص الاتهام في الوقت اللي الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة أفريقيا، وفي الوقت اللي الدول الفاعلة تقول أنه على المغرب إنهاء احتلاله للصحراء الغربية، بأنه أكبر شقة دول إفريقيا ويجعلها قارة خالية من الاستعمار. إذا بالنسبة لنا المغرب ليس له إلا الخضروات ولا تغطي حتى إفريقيا الغربية، ومثل ما ذكرت السياحة إفريقيا غير مهتمة بالموضوع، ويسوق الوهم في موضوع محاربة الإرهاب والهجرة السرية بالمقارنة مع الدول الفاعلة في المنطقة الجزائر موريتانيا والجمهورية الصحراوية الديمقراطية، لا يمكن أن نقدم شيء في هذا المجال. وموضوع الأسمدة مثل ما ذكرت، خارج هذا ليس هنالك إلا شراء الذمم، دعوات المسؤولين لزيارة المغرب والتكفل بهذه الزيارة، وعطل بعض رؤساء الدول اللي ربما محسوبين على المغرب وزوجاتهم وابنائهم كذا، ولا أريد أن أغوص في تفاصيل هذا، المستمعين والمشاهدين والمطلعين يعرفوا بأن المغرب مع الأسف بدون ما ندخل في التفاصيل شنو هو شنو الواقع فهم هذه القضية الصحراوية بالنسبة لقضية حياة والله موت، وصاب عندها كل شيء وجهده ومخابراته وأمواله وطرقه وأساليبه، وإحنا كذلك بالنسبة لنا قضية حياة أو موت، فلتكون بالنسبة لنا قضية أجياله، وهي كذلك واهم المغرب إذا عاد شاك على أنه
بإغراق المنطقة بالمخدرات أو بأساليب المخابرات المختلفة سيغير قناعة الصحراويين. فاستشهد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز المستريق قبله الرئيس الولي من عام الجبهة كذلك، قبل ذاك شهيد بصيري، وستتواصل المسيرة هكذا حتى يحقق الصحراويين أهدافهم في الاستقلال وفي الحرية. المغرب في وضع غير لا يحسد عليه، لا يحسد عليه، لا ننكر أنه عندنا صعوبات، هذه طبيعة حركات التحرير كاملة وعن دول مستقلة، لكن المغرب كذلك ما في بلد اليوم يعترف بمغرب الصحراء، لا في أوروبا ولا في أمريكا اللاتينية ولا في آسيا ولا في أفريقيا، ما في بلد يعترف بمغرب الصحراء. والأخطاء المغربية في قضية الصحراء تتذكرون أنه وقع أنه من عند الداخل جنوبا أنه أراضي موريتانية وهو محتلها اليوم، إذن موقفه متهلهل متهلهل. المعركة في الاتحاد الأفريقي، المعركة على مستوى الاتحاد الأوروبي قوية، على مستوى المتحدة قوية، مبعوث شخصي من العام الجديد، مبعوث اللي قبله بعد حوالي 8 سنوات يعني قدم استقالته، سب بان كي مون، طرد المينورس، يعني هذا أخيرا قطع العلاقة مع إيران، والدعاية الخابراتية اللي الناس تضحك لما تسمعها، قصة سفارة إيران في الجزائر تذكروا، يعني شيء لا يتصور. والتملق، تملق لإسرائيل، تملق وركوب موجة يعني ضد إيران، ومحاولة ساق بين تهمة الإرهاب وحزب الله وإيران وكذا، يعني قبلها كذلك جماعات الإسلامية والمخدرات والمجال العالم يعرف أن المغرب هو أكبر بلد مصدر المخدرات. تحدثت عن نقاط مهمة هي مثلا خروج المفاوضات، رفض المفاوضات، طرد المكون المدني، التعنت في وجه هذا. إذا كانت القمة الإفريقية 30 دعت إلى مفاوضات، المغرب لم يدخل في هذه المفاوضات، ننتظر قمة في نواكشوط، هل سيتعرض المغرب إلى محاسبة؟ يتحدى وقفوا عن تحدث؟ سنشتغل على أساس تطبيق الشرعية الدولية. وبالنسبة لنا زيارة هذا المبعوث الأممي، لو كان المغرب مخير لما تمت هذه الزيارة. أفريقي. وعرقل المغرب في قبول مجيء رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقي في الزيارة اللي تمت في نهاية رمضان، عرقلها مدة طويلة، لأنه من انطلاق القمة الماضية والطرفين مطالبين، طرف صحراوي جاوب بسرعة، وأكدنا كذلك البارح وأمس للرئيس المفوضية أنه يحسب على تعاون تام والجاد من طرف صحراوي. العرقلة المغربية وقبول زيارة رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس المفوضية، يعني المغرب لم يعطي الموافقة منذ يناير إلى ضريك إلى قبل أسبوعين. وأظن أنه مناورة للظهور أمام الاتحاد الأفريقي أنه المغرب استقبل، لأنه كانوا سيوجدوا نفسهم في وضع لا يحسد عليه لو عرقلوا رفضوا. لكن سنتقدم، الزيارة في حد ذاتها ما هدف، هو يعني الهدف وما بعد الزيارة. سننتظر محتوى التقرير، وعاقب محتوى التقرير والنقاشات التي ستتم في القمة ستكون هناك معطيات ثانية إن شاء الله، سيكون لنا مجال في الحديث عنها بعد القمة إن شاء الله. آخر سؤال، لماذا اقتصرت زيارة المفوض في اليومين الجمهورية الصحراوية على المحادثات مع وزير الخارجية ورئيس الجمهورية فقط، ولم تشمل جوانب أخرى في تسيير مؤسسات الدولة الصحراوية كما كان متوقعا؟ نحن نبحث عن الجوهر، والجوهر تم في النقاشات. لن يغير موقف الاتحاد الأفريقي زيارة لمخيمات أو زيارة لأراضي محررة أو الأجندة كانت عند رئيس الاتحاد الأفريقي ضاغطة، كان من عندنا متوجه لزامبيا في زيارة مستعجلة هناك، وطلب منا أنه مثل ما عمل عند المغرب يعملوا عندنا يعني لقاءات ومشاورات مع المسؤولين فقط. استجبنا لذلك،
يعني المحطات الأخرى مثلا زيارتها وسدوا المحطات الأخرى لم تكن برمجة يعني معه؟ لم تكن برمجة. كنا مقترحينها ونتيجة لجندة رئيس المفوضية والوقت الضيق اقتصرنا على المفاوضات واللقاءات اللي تمت مع السلطات الصحراوية واختتمت بغداء عمل ولقاء انفرادي مع الرئيس الصحراوي توسع من بعد الوفدين وما دوبت غدا. هل كانت إيجابية ولمستم في المحتوى يعني مثلا في محتواها في المحتوى وعمقها؟ في المحتوى وفي المضمون كانت إيجابية، كانت إيجابية وناجحة بكل المقاييس. حمدي الخليل ميارة الوزير المنتدب المكلف بإفريقيا، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا، نتمنى أن نستضيفك في برنامج آخر الحديث عن القارة الإفريقية وعن دورها المحوري والأساسي في تعجيل مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مسألة مهمة ومهمة جدا. ربما أنتم دبلوماسيين تبقون كثيرا في الاتحاد الإفريقي، لا تتحمل الفرصة أن نجبركم مرة يوم نجبرك شاكرين حتى الحقيقة على هذه المعلومات القيمة اللي أعطيتنا واللي قلتنا في ختام هذه الحلقة. مشاهدي الكرام نتمنى عن العضو توفقنا في هذه السلسلة من الحلقات اللي قدمنا الأولى منها مع السفير لما نبا علي مندوب جمهورية الصحراوية والاتحاد الإفريقي، قبل ذلك كانت مع عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية الأخ محمد سالم بن السالك، واليوم نختتم هذا البرنامج بلقاء شيق مع الوزير المنتدب المكلف بإفريقيا الأخ حمد الخليل ميارة. نتمنى عن العضو توفقنا تسليط الضوء على دور إفريقيا تاريخيا من منظمة الوحدة الإفريقية للاتحاد الإفريقي ومرافقتها لمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية في وفق القادم أيضا في قمة نواكشوط والدعوة لمفاوضات بين الطرفين وإلغاء المغرب على الالتزام أو الوفاء لما وقعه مع الاتحاد الإفريقي إلى أن يحدث ذلك. في ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام أنقل لكم تحياتي وتحيات مخرج البرنامج سيد سلامة، دمتم بخير وإلى اللقاء. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.